فيديو النهارده باذن الله هو تاني فيديو في سلسله المالتيبل تشويس كويستشن تريننج. هنتدرب النهارده عن برانش النيرف. هعرض لكم 23 سؤال في النيرف. الاسئله شامله اجزاء كتيره من البرانش. هنعرف كل جمله صح او غلط ليه. في البدايه انا عاوزك تكون قاري النيرف كبرانش علشان تكون المحاضرة مفيدة إن شاء الله. أول سؤال عندنا as regard strength duration curve، عايز أعرف the stronger the intensity of current، كل ما تزيد شدة التيار الكهربي هل الديوريشن هتطول؟ تقول لي لأ، الإجابة دي غلط. كل ما الانتنسيتي بتكون اقوى مدة الاستجابة هتكون اقل. B stimuli of extreme short duration will not excite the tissue. ده هي دي جملة صح. ليه؟ كل ما المدة بتقل قوي انت ما اديتش وقت مناسب للريسبونس. في النظر شرحنا الاستيمولس محتاج حاجتين: intensity مناسبة threshold أو ريوبيز، وتايم مناسب utilization time وقت الاستفادة. طب أنا لو قللت الوقت قوي طبعا مش هيحصل excitation اللي هو ability to respond. B صح. طيب C chronaxy is the threshold intensity of galvanic current. اولا كرونكسي means time، كرونو يعني وقت باللغة اللاتيني. تقول لي ان هو intensity شدة كهربية، بالبداية الجملة غلط. It is the time needed. لو انا اديت double الريو بيز او double الثراشولد to excite the nerve، واتفقنا انا بدي ضعف الشدة لان في جزء من الانتنسيتي هيفقد نتيجه الريزيستنس. طيب دي يوتيلايزيشن تايم هو مقياس للاكسايتابيليتي. اللي بيقيس الاكسايتابيليتي هو الكرونكسي وليس يوتيلايزيشن تايم. كل ما الكرونكسي كتايم يقل كل ما الاكسايتابيليتي تكون اعلى، والعكس صحيح. طيب اليوتيلايزيشن تايم ده بيمثل ايه؟ هو التايم نيدد باي ريو بيز تو اكسايت ذا نيرف. اتفقنا ان كلمه ريو معناها كهرباء، وبيز هو الحد الادنى او الاقل. طيب الكلام ده مش موجود، فالجمله الصح هي بي. السؤال الثاني كرونكسي اللي اتكلمنا عليه refers to، شاور على ايه؟ the time needed by a current of ratio base to stimulate the nerve. تقول لي غلط، ده تعريف اليوتيلايزيشن تايم اللي لسه حضرتك قايله. طيب هو الانتنسيتي اوف threshold، طبعا غلط. كرونكسي هو تايم وليس شده كهربيه. طب امال مين الانتنسيتي اوف ا ثريشولد كارنت؟ هو الريو بيز. ذا مينيمال ديوريشن اوف ا ستيمولس تو اكسايت ذا نيرف. هنا بقى بيحاول يلخبطك. بما ان كرونكسي هو وقت، طب يقول لك طب هو اقل وقت، تروح انت قايل له لا، ده المينيمال ديوريشن ده اسمه مينيمال تايم. وهنا انا عاوزك تلاحظ الفرق ما بين utilization ومينيمال تايم. utilize هو الوقت اللي احنا عاوزينه كنيرف للاستجابة للثريشولد. انا قلت الوقت بشكل عام. مينيمال تايم هو الحد الادنى من الوقت. لو قلينا عن كده مش هيحصل ريسبونس. زي تعريف الثريشولد، اقول لك الحد الادنى من الشدة الكهربية، لو قليت
عن كده مفيش ريسبونس. طيب السؤال دي كرونكسي بيقل لما الاكسايتابيليتي تزيد، تقول لي صح وده شيء منطقي جدا. لما الطالب يزداد ذكاؤه هياخد وقت اقل في الاستيعاب والعكس صحيح. طيب يبقى دي نقطة مهمة، يبقى أنا هختار دي equal in smooth and skeletal muscle. يعني الإكسايتابيليتي في السكيليتال قد السموث؟ لا، الإكسايتابيليتي في السموث ماسل أعلى وبالأخص كاردياك ماسل. طبعا كانوا زمان بيقولوا على عضلة القلب جزء من السموث ماسل وبعد كده حطوا لها تصنيف لوحدها، فاكروا ناكسي مختلفة. يبقى الصح دي. السؤال التالت regarding resting membrane potential of a nerve fiber is always around 45 ملي فولت. الجملة دي غلط. الريستنج ممبرين نيجاتيف 70 في النيرف، وقلت لك خلي بالك في البرانشات القادمة هنعرف ان الريستنج يتغير حسب المكان. طيب واتفقنا ان نيجاتيف دي قصدنا بيها نيجاتيف تشارجز اللي جوه، معناها بوزيتيف اقل من اللي بره، يعني مفيش حاجة اسمها سالب، هو موجب جوه موجب بره لكن جوه موجب اقل. potential difference بين الاوتسايد والانسايد صح، فرق الشحنات بين جوه وبره بيه صح. C presence of negative charges on the surface of the membrane in relation to inside، يعني بره نيجاتيف جوه بوزيتيف. لا ده عكس البولاريزد ستيت، هسميها دي بولاريزيشن، يبقى سي غلط. انا قصدي بالسؤال ريستنج البوتنشال ديفرنس للنيرف قبل ما نديله اي كهرباء. طب الجمله الاخيره انكلودز كل التغيرات في الممبرين بوتنشال اثناء بروباجيشن اوف ا نيرف امبلس، انتشار الامبلس في النيرف. خلي بالك ده معناه ان انا اديت ستيمولس، بتكلم عن اكشن بوتنشال وهو طالب مني ريستنج ممبرين بوتنشال، فالاجابه الصح هي بي. السؤال الرابع ما زلنا في الريستنج ممبرين بوتنشال، انا عايز كلهم صح اكسبت انا عاوز اختار الاجابه الغلط. الريستنج ممبرين بسجله من كل الليفنج سيلز، اي ليفنج سيل ليه ريستنج ممبرين بوتنشال. بص بقى اللي بعدها the inside of the membrane negative respect to outside، اقول له اللي جوه شحنات بوزيتيف اقل من اللي بره يبقى نيجاتيف بالنسبه له. could be explained 93% by selective permeability. الجملة دي صح لان احنا في النظري قلنا ان الريستنج ممبرين ليه سببين، 93% او معظم الاسباب هي النفاذية الاختيارية selective permeability. الممبرين بيخرج بوتاسيوم اكتر من ان هو يدخل صوديوم بنسبة 50 إلى 75 مرة. البوتاسيوم بيخرج بالكونسنتريشن جريديانت يعني باسيف، والصوديوم بيدخل بالكونسنتريشن جريديانت برضو باسيف. و7% الباقية من الأسباب صوديوم بوتاسيوم بامب، يبقى الكلام ده صح. طيب الريستنج يعتمد على الفولتج جيتد صوديوم وفولتج جيتد بوتاسيوم اتشانلز، ايه رايك؟ تقول لي الجمله دي غلط لان فولتج جيتد معناها شغاله بالكهرباء، دي تشتغل لما ندي الكتريك ستيمولس
هنتكلم عن اكشن بوتنشال، تغيير مفاجئ في بيئه النيرف، يبقى دي غلط. طب امال الصح يبقى ايه؟ ان الصوديوم بيدخل من خلال ليكج تشانلز، بوابات بتسرب، ده مهم قوي. والبوتاسيوم بيخرج من خلال ليكج تشانلز. طيب صوديوم بوتاسيوم بامب مينتينز اند ستابيلايز اتس فاليو. ايوه الصوديوم بوتاسيوم بامب بيرجعك للريستنج ممبرين مره تانية. ازاي؟ لما بندي كهرباء بتفتح بوابات الصوديوم، فولتج جيتد صوديوم تشانلز، فالصوديوم بيدخل ويتحبس جوه بزيادته. طب عايز ارجع ري بولارايزد مره تانيه للريستنج، اخرج بوتاسيوم بكميات كبيره. زيادات البوتاسيوم بره اتجمعت في تو بايندينج سايتس على البامب ده، مسكت في مكانين، وزيادات الصوديوم اللي جوه اتجمعت في تلات اماكن. طب انا عندي مكانين بره شايلين بوزيتيف تشارج، وتلات اماكن جوه شايله بوزيتيف تشارج، ده ما ينفعش. انا عايز الاماكن اللي شايله بوزيتيف تشارج الاكتر تكون بره. فالبامب تعمل ايه؟ كانت دي البامب، يتكسر الاي تي بي، فالبامب تتشقلب تغير وضعها، فالتلات اماكن يكونوا بره شايلين زيادات الصوديوم، والمكانين البوتاسيوم يكونوا جوه. معنى كده ان بره زايد عن جوه ببوزيتيف تشارج، يبقى بره بوزيتيف وجوه بوزيتيف اقل اللي هو نيجاتيف، وده يرجعني للراستنج ممبرين بوتنشال. يبقى انا هقول اكسبت دي. السؤال الخامس، راستنج ممبرين بوتنشال يعتمد اساسا على الصوديوم بوتاسيوم بامب؟ تقول لي خطا، لان مينلي دي تتقال على السلكتيف بيرميابيليتي، هو نسبته 7% من الاسباب. فايه خطا؟ تاني جملة، نيجاتيف 55 ملي فولت ان ذا نيرف، الريستنج كفاليو نيجاتيف 70. طب نيجاتيف 55 ده ايه؟ فايرنج ليفل. كوزد باي انكريز بيرميابيليتي للصوديوم مور ذان بوتاسيوم، تقول لي غلط، العكس هو الصحيح. Is stable in all body cells. أقول لك غلط. الريستنج ممبرين بيبقى unstable. يعني unstable؟ يعني زي الـ SA node، منظم ضربات القلب، طول فترة راحته هو بيطلع شحنات كهربية، فهتلاقي الريستنج بتاعه slope، عامل زي المطلع ده، كأنه depolarization، ده العادي بتاعه، فبنسميه resting membrane غير مستقر. المستقر ان يبقى الريستنج خط مستقيم، هندي للنيرف استيمولس ونغير اوضاعه. لا، انا مش خط مستقيم زي غيري، انا سلوب او مطلع، انا اللي بطلع الشحنات. السؤال الاخير، caused by بوتاسيوم افلكس ثرو ليكج تشانلز، هي دي الاجابه الصح. كلمه افلكس تفتكرها من اكزيت، اول حرف من اكزيت اي هو الخروج، خلال ليكج تشانلز. عايزك تخلي بالك وانت بتقرا الجمله في النيرف نوع البوابات ايه، لان ممكن يجيب لك نص الجمله صح بوتاسيوم افلكس والتكمله غلط، يقول لك من خلال فولتج جيتد بوتاسيوم، تقول له غلط، لان الريستنج لا يعتمد على فولتج جيتد. السؤال السادس، انا عايزك تشوف السؤال ده وتقول لي انا قصدي ايه. ديورينج ريست كلمت لك على بوابات،
M و H دول بوابات الفولتج جيتد صوديوم تشانلز. خلي بالك الفولتج جيتد صوديوم تشانل ليه تو جيتس، خارجية اسمها M وداخلية اسمها H. عايز افكرك بالنظري بقى، وانا ديورينج ريست ربنا خلى الداخلية مفتوحة. ليه؟ لان لما تيجي كهربا يدوبك هتفتح الاوتر جيت والداخلية مجهزة نفسها ومفتوحة علشان يدخل الصوديوم بسرعة ويعمل لي دي بولاريزيشن. يعني ربنا بيجهز يفتح لك اللي جوه، ما تقلقش لسه الصوديوم ما دخلش من خلال البوابة الكهربية دي، لان الاوتر جيت او الام مقفول. فده اللي انا عاوزه، يبقى انا هختار ام جيت كلوزد لكن اتش جيت اوبن، هي دي الاختيار الصح رقم دي. طالب بيسألني طب ليه ربنا ما قفلش البوابتين اثناء الريست ولما تيجي كهربا نفتح الاتنين ام و اتش؟ قلت له كده هنستهلك وقت اطول، احنا عايزين دي بولاريزيشن سريع. انا معاك ان في الاول بيبقى سلو لغايه ما اوصل لفايرنج ليفل ثم يسرع، ده مهم. طيب الان جيت قصده ايه من الان جيت؟ هو الانر جيت للفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز، هي البوابه الوحيده للبوتاسيوم اللي شغاله بالكهرباء. البوابه دي مقفوله اثناء الريست، دي بتفتح فقط في الري بولاريزيشن. وعايزك تخلي بالك البوابه الوحيده للبوتاسيوم اتحطت في اتجاه التركيز الاعلى، بوتاسيوم بالكونسنتريشن بتاعه عالي ناحيه جوه، يبقى نحط الجيت بتاعتنا ناحيه جوه، دي مهمه جدا. السؤال السابع، اكشن بوتنشال could be triggered by sub threshold stimulus. اجابه خطا، كاكشن لازم يبقى threshold، الحد الادنى من الشده الكهربائيه. يعني انا هدي للنيرف 10 ملي امبير، ما ينفعش اديله 9، لا ما ينفعش. طب السب threshold ما ينتشرش، يبقى لوكال بوتنشال. وفي اسئله في الام سي كيو قادمه هتكلم على لوكال واكشن بوتنشال. طيب الامبليتيود ارتفاع الرسمه ان ديبندنت لا يعتمد على قوه الاستيمولس؟ اقول لك لا، يعتمد. يعتمد ليه؟ لو انت اديتني ثريشولد هوصل لفايرنج ليفل نيجاتيف 55، كل بوابات الصوديوم فولتج جيتد فتحت ثم يعلى الكيرف الى بلس 35 قمه الرسمه، خلاص مش هنوصل لاعلى من كده. طب انا لو اديت سب ثريشولد شده اقل من العادي مش هوصل الى فايرنج ليفل من اول مره، محتاج ستيمولس تاني. يبقى اذا الامبليتيود يتوقف على البدايات، انت بدات بانتنستي قد ايه. طيب دي بولاريزيشن فيز اوكيرز ديو تو صوديوم ان فلوكس. اقف معايا، صوديوم داخل. هتقول لي الله طب ما كده لغايه دلوقتي الجمله صح، شوف التكمله فيا ليجند جيتد تشانلز. تقول لي غلط، ده من خلال فولتج جيتد تشانلز. طب يا دكتور الليجند جيتد ده مين؟ ليجند جيتد ده الاسيتايل كولين بيمسك في نيكوتينيك ريسبتورز. قلت لك ليجند معناها عبد، الريسبتور تحت امر اللي معاه المفتاح، مفتاح الشقه الاصلي هيفتح في القفل او نسخه متقلده زيه هتفتح القفل، فده
ملوش علاقة بموضوعنا. It's repolarization phase. حصل ان البوتاسيوم خرج. الجملة دي صح؟ خلال leak channels؟ اقول لك لا. الريبولاريزيشن خلال فولتج جيتد بوتاسيوم channel، وبالاخص ان جيت. طب ايه؟ It is propagated to the nerve terminal. طبعا هي دي الجملة الصح. الاكشن بوتنشال بينتشر لانه واخد شدة كهربية مناسبة، بينتشر من السيل بادي الى النيرف تيرمينال للنهايات اللي فيها الفيسيكلز، فتتكسر ويخرج منها الاسيتايل كولين. السؤال الثامن، اثناء الدي بولاريزيشن صوديوم بيدخل من خلال، تقولي ده سؤال سهل، فولتج جيتد تشانلز، احنا مركزين على طريقه الدخول. السؤال التاسع، الريبولاريزيشن فيز سببه ايه؟ تقولي سببه هدور على البوتاسيوم، وهنا انا ملخبطك بين سي وايه، فيهم بوتاسيوم، تقولي فولتج جيتد، لكن ليكج امتى تبقى صح؟ لو بتتكلم عن ريستنج ممبرين بوتنشال. طيب طالب هيسال، طب والجمله دي اتفتح الفولتج جيتد كالسيوم تشانلز؟ لا، دي بتتفتح لما الاكشن بوتنشال يكمل وتفتح بوابه الكالسيوم على السيرفيس اوف ذا نيرف، فيدخل كالسيوم من بره لجوه، يمسك في الفيسيكلز اللي فيها الاسيتايل كولين يكسرها ويخرج منها الاسيتايل كولين. يعني الفولتج جيتد كالسيوم تشانلز نذكرها مع النيورو ماسكولار ترانسميشن. طيب السؤال العاشر، اول اور نان لو، تعال افكرك بالقانون. اول يعني كل، ونان مفيش. النيرف قال انا عندي شرط للاستجابه، ادوني ثريشولد، اوصل لفايرنج ليفل اعمل اكشن بوتنشال. طب لو اديتوني سب ثريشولد يبقى نو فايرنج ليفل، يبقى نو اكشن بوتنشال. يعني ده قانون ابيض او اسود، مفيش الحلول الوسط. طب ده بيشير الى ايه؟ الى السترينث اوف كونتراكشن؟ تقولي لا، احنا ما بنتكلمش على ميكانيكال ريسبونس، استجابه ميكانيكيه للعضله، يبقى دي خطا. ريستنج بوتنشال؟ لا، ده احنا بنتكلم عن ثريشولد هنديه للنيرف ديورينج ريست. انا بتكلم عن اكشن بوتنشال، اكشن هيحصل في النيرف، تغيير مفاجئ، وليس resting membrane potential. spike potential هي دي الجملة الصح. كلمة spike لو تفتكر شكل الاكشن potential، عامل زي الشوكة، القمة بتاعتنا بسميها peak، او اسميها spike، او اسميها overshoot. يعني overshoot سنتخطى الشارجز اللي جوه، هتتخطى الشارجز اللي بره، بوزيتيف اللي جوه سيكون اكثر، ده في غايه الاهميه. طب اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال ملهاش علاقه اساسا بالسؤال. السؤال ال11، ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، فاكر لما ذاكرنا الاكشن بوتنشال قلنا ان في فتره اسمها عدم الاستجابه المطلقه لاي ستيمولس تاني مهما كانت شدته. يعني انا بدات بالثريشولد، الزقه الكافيه وصلتني للفايرنج ليفل، ثم وصلت الى البيك، خلاص وصلت لاعلى حاجه عندي. في الفتره دي لو انا عديت الفايرنج وديتني ستيمولس اقوى بدل 10 ملي امبير،
اديت 20 ملي امبير ضعف الشده، النتيجه واحده، الاستجابه ذا سيم، لن تتغير تماما. يبقى الابسوليوت ريفراكتوري هل يشير الى زياده الاكسايتابيليتي ستيت؟ اقول لك لا، ان الابسوليوت ريفراكتوري معناها ذا نيرف cannot respond to any stimulus whatever its strength، لن نستجيب لأي مؤثر كهربي مهما كانت قوته. excitability equal zero، يبقى رقم ايه غلط؟ is due to membrane hyperpolarization، برضو غلط. ليه؟ لان الممبرين hyperpolarization سببه الأساسي خروج بوتاسيوم بكميات كبيرة من جوه البر، إن بوابة البوتاسيوم ما بتقفلش بسرعة عند نيجاتيف 70، تفضل تسرب. عشان كده سميناها إيه؟ ليكي تشانلز، ليكي تسرب كتير، تخرج بوتاسيوم، تزود البوزيتيف بره قوي عن اللي جوه، فيبقى الفرق نيجاتيف 80. ده مش بسبب ايه؟ ار بي. طيب كورسبوند، تتزامن مع اخر جزء من الديسندنج ليمب اوف اكشن بوتنشال. جملة دي غلط. ليه؟ بشكل بسيط جدا، الاي ار بي يمثل كل الدي بولاريزيشن زائد upper one third of repolarization. طب انا جاي اقول لك ان هو الجزء الاخير من الريبولاريزيشن، من الجزء الديسندنج، قصدي يعني اخر تلتين مثلا، تقول لي غلط، ده بيمثل ريلاتيف ريفراكتوري بيريود، هنقولها في جمله دلوقتي. طب اطول في الكاردياك عن السكيليتال ماسل، تقول لي هي دي الجمله الصح، ان في الكاردياك انا عندي فتره اسمها بلاتو فيز 2، دي اللي بتطول الابسوليوت ريفراكتوري بيريد. طيب ليه ربنا خلى في الهارت فتره عدم الاستجابه المطلقه اطول؟ علشان يحمي القلب من الاستجابه الى الكونتراكشن المستمر. احنا مش عايزين عضلة القلب يحصل لها تيتانيزيشن، كلمة تيتانس انقباض مستمر. هتقول لي طب ما السكيليتال ماسل عندها تيتانس، اقول لك اه، لكن عضلة القلب الفترة اللي هتملى فيها اكبر من الفترة اللي تنقبض فيها، وده مهم جدا. طب السؤال ال 12، ابسوليوت ريفراكتوري بيريود of the nerve is the period during which، لو قريت الاختيارات كأني بقول لك الديفينيشن اللي شرحته من شوية. during which ايه بقى؟ اني weak stimulus will excite؟ لا، احنا بنتكلم لن استجيب لأي stimulus قوي مهما كان. بص بقى، a second stimulus of any type is completely ineffective، غير فعال. ايوه هي دي الاجابه الصح، المؤثر التاني مهما كان غير فعال. excitability equal zero. a second stimulus of increase threshold excite the nerve، انا مهما اديت من قوه ما يفرقش معايا. a strong stimulus will excite، كلها بنفس المعنى، غلط. الصح B. سؤال ال 13، relative refractory period RRP. افتكر معايا حاجة، relative معناها نسبي، النيرف قال لنا شروطه، أنا هستجيب بس بشرط الستيمولس يكون أقوى من العادي، وهو بيبدأ بعد نهاية الـ ARP. نشوف الاختيارات، occurs during depolarization، أقول له غلط،
اثناء الدي بولاريزيشن اللي حصل هو الاي ار بي يتميز باي ان ابيليتي لاي ستيمولس تو جينيريت اكشن بوتنشال. تقول لي خطا، مش اي ستيمولس، لو ستيمولس قوي نستجيب ليه، يبقى دي غلط. ديو تو ان اكتيفيشن اوف اول فولتج جيتد صوديوم تشانلز، كل بوابات الصوديوم اوتر وانر غير نشطه. الاجابه دي غلط. ليه؟ امال انا ازاي استجبت لسترونج ستيمولس؟ يبقى نبص على الاختيار الرابع، ان اكتيفيشن بص لبعض الفولتج جيتد صوديوم، ولكن الفولتج جيتد بوتاسيوم ما زالت مفتوحه. انا هختار الجمله الاخيره دي، ان مش كل الفولتج جيتد صوديوم ان اكتف، بعضها اكتف وبعضها لا، بدليل حصل اكسايتابيليتي لسترونج استيمولس. السؤال ال 14، اكشن بوتنشال از نوت فولود باي ابسولوت ريفراكتوري بيريود، يا ترى دي صح ولا لا؟ تقول لي غلط. اي اكشن بوتنشال يتبعه اي ار بي حتى في النظري فكرتها لك بثلاثه، ايه؟ اول اور نان لو معاها اكشن بوتنشال معاها اي ار بي. طيب اكشن بوتنشال سبريدز ينتشر باي ديكريمنتال كوندكشن، يعني ايه ديكريمنتال؟ تتناقص الشده مع طول المسافه. انا لو بدات بستيمولس ضعيف ما اقدرش انتشر في الاكسون كله، فبقول ديكريمنتال. في النظري قلتها لك بشكل بسيط، ديكريمنتال جايه من كلمه ديكريز انتنستي باي لونج ديستانس، يبقى دي غلط. الاكشن بوتنشال بروباجيتد بينتشر، او اقول عليها النفي ينتشر باي نون ديكريمنتال. طب كان بي جريدد، يعني ايه جريدد؟ هل في استجابه متدرجه؟ تقول لي لا، انا بدي العشرة ملي امبير من اول مره اوصل لفايرنج ليفل. فكلمه جريد معناها بتزداد في الاستجابه اليه؟ لا. كان بي سميتد؟ تقول لي لا، انا مش محتاج لستيمولس تاني سم، يعني يتجمع في شدته مع الاستيمولس الاول عشان اوصل لفايرنج ليفل، ده من اول مره انا بوصل. طيب اوبيز اول اور نان لو، هي دي الجمله الصح. نيجي دلوقتي على حاجه مهمه، الكيرف اللي قدامكم هو كيرف الاكشن بوتنشال، لكن محطوط عليه ارقام 1 ده على الريستنج، 2 دي بولاريزيشن، 3 على البيك، 4 ميد واي يعني لسه في بدايه الدي بولاريزيشن، و5 في النهايه. انا طالب منك ليبل دي بوينت 3 اللي هو البيك، واديتك 5 اختيارات. يعني في النظام الجديد اجيب لك جراف او كيرف مبني على معلومات نظري انت اخدتها، واجي اقول لك الاسئله بدل ما اقول لك ذا بيك، تعال نحط رقم ونشوف. ام جيت اوف فولتج جيتد صوديوم شانل كلوز، مين الام جيت؟ تقول لي الام ده هو الاوتر. هل لما نوصل للبيك الاوتر جيت بيقفل اولا ولا الانر جيت؟ تقول لي المفروض اللي يقفل اتش اللي جوه، والام ما زالت مفتوحه، يبقى دي غلط. ان جيت كلوزس، طب ما هو الان ده هو الفولتج جيتد بوتاسيوم اتشانل، البوابه الداخليه، ده المفروض تفتح علشان هنبدا في الري بولاريزيشن، فبي غلط.
اتش جيت وفولتج جيتد صوديوم شانل هتفتح. طب ما هو الاتش هو الانر، ده المفروض تقفل. شوف انا عكست A و C. طب is called over shoot صح. البوزيتيف تشارج في الانر سيرفيس هتكون اكبر من البوزيتيف تشارج في الاوتر سيرفيس. اخر اختيار سكند اكشن بوتنشال ويل اوكير، تقول لي خطا. طيب ليه خطا؟ لان عندي البيك انت في مرحله الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. الاي ار بي يشمل كل الدي بولاريزيشن زائد ابر وان ثيرد اوف ري بولاريزيشن، فانت في فتره عدم استجابه مطلقه. النيرف will not respond to any stimulus whatever its strength، لان الاكسايتابيليتي ايكوال زيرو. 16 a new developed local anesthetic، ادينا بنج موضعي جديد، دواء جديد بنج، block sodium channels in the nerve، قفل بوابة الصوديوم علشان يمنع الدي بولاريزيشن. انا عايز ادي بنج يفقدك الاحساس، مش عاوز اكشن بوتنشال يحصل عندك. فنيجي نعمل ايه؟ نوقفها من البدايات. فبسألك which effect will occur؟ انت قفلت بوابة الصوديوم، يا ترى هيقل الريت of rise of up stroke of action potential؟ فطالب قال لي طب واحدة واحدة، يعني up stroke؟ قلت له up stroke هو المقصود بها الدي polarization، والريت of rise معدل الزيادة او ارتفاع الرسمة. تقول لي طبعا جملة دي صح، لان الامبليتيود او ارتفاع الاكشن بوتنشال يعتمد على دخول الصوديوم. انت قفلت البوابات بالبنج الموضعي الجديد فهيقل زيادة الابستروك. طيب يقصر الاي ار بي؟ لما انت تقفل بوابة الصوديوم انت بتطول الابسوليوت ريفراكتوري بيريود طبعا، لان الـ ARP associated مع الجزء ده. يعني انت دلوقتي اخرت القفل، طب ما انا لو كنت بفتح بسرعة كان الـ ARP خد الوقت العادي بتاعه. طب انت اخرت الخطوة اللي الـ ARP معتمد عليها، فبالعكس المفروض يطول، فدي غلط. طب لو قفلنا الصوديوم تشانلز ابولش الهايبر بولارايزنج افتر بوتنشال؟ طب افكرك بالنظري، الافتر هايبر بولارايزيشن معتمد على ايه؟ تقول لي يعني بوزيتيف تشارج زياده على الاوتر سيرفس، معتمد على خروج البوتاسيوم من خلال فولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز، ملهاش علاقه. ده انت بتقول لي قفلنا بوابه صوديوم، لو كنا قفلنا اخرنا قفل بوابه البوتاسيوم كان ادى الى هايبر بولاريزيشن، ولو كنت قفلت بوابه البوتاسيوم كنت وقفت ده. دي واي صوديوم اكويليبريم بوتنشال، ارجع للنظري، قلت كل ايون وله توازن بين دخوله وخروجه. الصوديوم بيدخل concentration gradient، تركيز عالي بره لتركيز اقل جوه، ويخرج بالالكتريك جريدينت او الجذب الكهربي. جه واحد اسمه نيرنست، عالم الماني مشهور، قال انا هحط معادله equilibrium potential of any ion يساوي نيجاتيف 61 log تركيز الايون ده inside على تركيزه outside. كلام ده في غاية الأهمية، ده اللي قاله نيرنست. تقول لي طب ايه علاقة نيرنست بموضوعنا؟ ما هو نيرنست هو اللي عمل الإكوليبريم بوتنشال، عايز يشوف
مين من الايونات صوديوم او بوتاسيوم الايكوليبريم بتاعه او التوازن بتاعه قريب من الريستنج ممبرين بوتنشال اوف نيرف اللي هو نيجاتيف 70. حب يعمل كده. لما سالناه انا بدرس العلاقه بين كونسنتريشن والكتريك جريدينت، ولو جيت بصيت كونسنتريشن جريدينت بيحصل بالليكج الشانلز اللي شغاله اثناء الريست العادي، والالكتريك دي حاجه فيزيكال بتحصل، تمام، جذب شحنات. هل يا ترى اتكلمنا عن بوابات صوديوم او فولتج جيتد صوديوم شانلز ليها علاقه بالموضوع ده؟ تقول لي لا. يبقى اذا سواء زاد او قل صوديوم ايكوليبريم بوتنشال دي اور اي لا يؤثر اساسا على موضوعنا، ملوش علاقه بالاناسيتك، لان الاناسيتك بتشتغل على ايه؟ فولتج جيتد صوديوم، فبتاثر على اكشن بوتنشال وليس ريستنج ممبرين بوتنشال. الايكوليبريم بوتنشال نعني بيه اثناء الراحه. وحتى في النظر قلت لك الايكوليبريم بوتنشال اللي رمزها اي كابيتال صوديوم يساوي بلس 61، وده بعيد جدا عن الريستنج ميمبرين بوتنشال اللي هي نيجاتيف 70. اما الايكوليبريم بوتنشال اوف البوتاسيوم نيجاتيف 94، وده قريب من الريستنج نيجاتيف 70. وعلى هذا الاساس قلت لك ان الممبرين ديورنج ريست اللي بيتحكم فيه هو خروج البوتاسيوم اكتر من دخول الصوديوم، واكدناها بالنسبه 50 الى 75 مره. طيب نيجي دلوقتي للسؤال ال 17، لوكال بوتنشال. كلمه لوكال معناها محلي. الكهرباء ما انتشرتش في طول الاكسون، ما سافرتش في الممر ده. طب كانوت بي جريدد، تقول لي غلط. اللوكال يتحول الى اكشن بوتنشال. طب يتحول ازاي؟ هو بدا بستيمولس ضعيف 3 ملي امبير، محتاج كام عشان يوصل للعشرة اللي بيسبب فايرنج؟ تقول لي محتاج 7 ملي امبير. طب انا لو اديت 3 ثم 7 ملي امبير بسرعه وراها يحصل ايه؟ تدرج الى الوصول الى فايرنج ليفل. طيب فولود باي اي ار بي، ينفع؟ ينفع اللوكال اللي عايز احوله الى اكشن يتبعه فتره عدم استجابه مطلقه؟ تقولي لا يمكن. ازاي يكون معاه فتره عدم استجابه واحنا عاوزينه يستجيب، عايزينه يعمل ريسبونس؟ يبقى طبعا لا. associated with decremental conduction، تقول لي صح. decrease الانتنسيتي مع طول المسافه، بدات بستيمولس ضعيف sub threshold. cannot be summated، تقول لي غلط. ده كان بي سميتد، ده انا هدي ستيمولس ضعيف 3 ملي امبير واجمعه في شدته على الستيمولس الثاني اللي يساوي 7 ملي امبير. 3 زائد 7 هتوصلني لل 10 ملي امبير اللي كان مفروض ابتدي بيها من البدايه، يبقى فيه سميشن. طيب از frequency modulated، يعني اغير في عدده؟ تقول لي لا. طالما هو graded وصميتد انت بتغير في ارتفاع الرسمة حتى الوصول الى اعلى قمة زائد 35 ملي فولت، يبقى اللي بيتغير amplitude ارتفاع وليس عدد. طيب مين اللي بيتغير كعدد كفريكونسي؟ هو اكشن
potential. السؤال ال 18، السؤال ده بيجي كتير جدا في امتحانات، تأثير الاكسترا سيلولار اينز على الاكسايتابيليتي. نيرف اكسايتابيليتي بيزيد بايه؟ هايبر كالسيميا. تعال نفكر، وجود الكالسيوم اكسترا سيلولار فلويد بيقفل الام جيت اللي هي الاوتر جيت اوف فولتج جيت الصوديوم تشان، هو اللي قاعد على البوابه دي وقافلها اثناء الريست. طب لما يزيد الكالسيوم في الدم هيقفلها اكتر، وبالتالي مش هيدخل صوديوم فيبعدني عن الفايرنج ليفل، يبقى الاكسايتابيليتي تقل. لكن العكس صحيح، لو قل الكالسيوم اكسترا سيلولار، الحاجه اللي كانت قافله الاوتر جيت اوف فولتج جيتد صوديوم شانل ما بقتش موجوده فاتفتحت، والانر الاتش اساسا مفتوح فيدخل الصوديوم اثناء الريست، يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، وده يقربني من الفايرنج ليفل، فمحتاج ستيمولس اضعف من العادي لان انا بقرب من الوصول الى الفايرنج ليفل. ما يعني ايه زياده اكسايتابيليتي؟ انت مش محتاج ثريشولد زي العادي، ده انت قريب من نيجاتيف 55، يعني اقول لك نيجاتيف 60، محتاج حاجه بسيطه توصل الى الفايرنج. ليه ادي لك ثريشولد زي البدايات؟ اختيار التاني هايبوكاليميا، لو قل البوتاسيوم اكسترا سيلولر، البوتاسيوم اللي جوه النيرف بتركيزه العالي هيطلع على الاوتر سيرفس فيزيد البوزيتيف تشارج على السطح الخارجي. ايه ده؟ يزيد عن اللي موجود اصلا فيعمل هايبر بولاريزيشن، لان البولارايزد ستيت هو وضع الريست، هنا بقى هايبر زاد فيبعدني عن الفايرنج ليفل. بدليل في النظري قلنا ان الهايبر بولاريزيشن هو الجزء اللي نازل تحت الريستنج، بسميه اندر شوت. طب ليه يا دكتور الجزء ده الاكسايتابيليتي فيه قليله؟ فكر بالعقل، انت في الريست عاوز ثريشولد، طيب لو انت تحت الريستنج فانت عايز قوه اعلى من الطبيعي، عايز سوبرا ثريشولد عشان توصل لفايرنج ليفل. علشان كده سمينا المرحله اللي تحت الريستنج باسم جميل، سب نورمال فيز، المرحله اللي اقل من العادي اللي محتاجة ستيمولس أقوى من الطبيعي عشان توصلها. هايبوناتريميا، تقولي ما هو الصوديوم لو قل هيقل دخوله فيقل الوصول للفايرنج ليفل فالامبليتيود يقل، خلاص يبقى دي غلط. كات إلكتروتونس، كات أول ثلاث حروف من كلمة كاسود القطب السالب للبطارية، وإلكترو يعني كهربي، وتونس مستمر، وصلنا شحنات من الكاسود على الأوتر سيرفيس أوف ذا ميمبرين. الأوتر سيرفيس للميمبرين عليه شحنات بوزيتيف، وصلنا له حطينا عليه نيجاتيف تشارج. كلنا عارفين إن النيجاتيف أقوى من الموجب، البوزيتيف أتراكتد للنيجاتيف وما يبانش. هتقولي طب ما خلاص كل الاوتر عليه نيجاتيف، بس ده اسمه لوكال دي بولاريزيشن، لان سببه البطاريه، والالكتريك كارنت من الباتري دايركت كارنت، والدايركت المباشر ما يوصلناش لفايرنج ليفل. عشان توصل لفايرنج انت محتاج alternating current، تيار كهربي متغير، AC خدناها في المدرسة زمان. طيب نيجي للسؤال التسعتاشر،
سالتاتوري كوندكشن. فاكر المايلينيتد نيرفز؟ قلنا المايلين عازل للكهرباء، وان الكهرباء بتتحرك من نود لنود، بتنط، ما بتمشيش على طول النيرف. ده اسمه سالتاتوري كوندكشن باي جامبينج. طب هل السالتاتوري محتاج لطاقة اكتر من بقية انواع الكوندكشن؟ تقول لي لا، طاقة اقل. طب ليه طاقة اقل؟ انت بتعمل اكشن بوتنشال عند النود اوف رام في اللي عاملة زي الفي، لكن المايلين اللي جنبه اللي قدام واللي وراه الكتريك انسوليتور. طيب عند النود عملت دي بولاريزيشن ثم ري بولاريزيشن وهايبر بولاريزيشن، عايز ترجع الاوضاع الى الريست، يبقى انت محتاج صوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب بتشتغل فقط في مكان النود ومش على طول النيرف، علشان كده انا ما بكسرش اي تي بي كتير. التكسير مكانه محدد، يبقى انا بوفر في طاقتي. ده بعكس الان مايلينيتد نيرفز، لازم الصوديوم بوتاسيوم بامب تشتغل على طول النيرف اسرع. بيدي صح. وكير النون مايلينيتد فايبرز، اقول له غلط، هي بتحصل في المايلينيتد فيلوسيتي، بتزيد لما الحرارة تقل. الجملة دي انت اخدتها في فاكتورز افكتنج اكسايتابيليتي او نيرف كوندكشن. ايه العوامل اللي بتأثر في نيرف كوندكشن؟ تايب اوف النيرف فايبر، نوعه، وده هنقوله، البريشر الضغط، الاكسجين، التمبريتشر، حاجات دي حاجات اساسيه مع الانستيزيا. نيجي لجزئيه الحراره. كل ما تزيد الحراره 1 ديجري سنتيجريد سرعه التوصيل بتزيد، لان الامبلس لما بيتحرك ميتابوليكالي اكتف، فالمكان ده بيزيد حرارته. طيب لما بتقل الحراره 1 ديجري سنتيجريد الكوندكشن يقل سرعته من 3 إلى 7%. فالجملة دي غلط، العكس صحيح، السرعة تزيد لما الحرارة تعلى. لو انت عايز الحرارة تقل يبقى لازم كنت تقول لي السرعة تقل. خلي بالك في النظري، هفكرك بحاجة قلتها اسمها كرايو سيرجري، الجراحة بالتبريد. كانوا زمان قبل اكتشاف التخدير كانوا بيحطوا رجل المريض في بانيو في تلج. التلج بيعمل ديبريشن للكوندكشن فيلوسيتي تماما، ما عندكش اي احساس. فكانوا بيعملوا العملية، عملية البتر امبيوتيشن، اشيلك جزء من رجلك، انت شايف رجلك بتتشال ولكن مش حاسس. طيب فيلوسيتي proportional to the diameter of the nerve fiber، يعني ايه؟ يعني كل ما يزيد القطر الديامتر سرعة التوصيل تزيد. تقول لي اه، سرعة التوصيل هنا مهمة جدا، لان كل ما بيزيد الديامتر معناه ان الميلينيشن عندك قوي. دليل على كده، قسمنا النيرف فايبرز الى 3 أجزاء، A و B و C. قلت لك في النظري الأسرع هو الـ A، A ألفا ثم A بيتا، ده مهم قوي، ثم الـ B وفي النهاية الـ C. طب انت قسمت النيرف فايبر على أساس إيه؟ الميلين اللي حوالين العصب. فكل ما يزيد الميلين تزداد القدرة على القفز، سالتاتوري أو جامب كوندكشن. السؤال 20 concerning compound action potential. فاكر الكومباوند هو رسمة مركبة، عندك أكتر من قمة. اللي هيسمعني دلوقتي هيوصل لاستنتاج، أكتر من قمة ده معناه إيه؟
ان انا بسجل الاكشن بوتنشال من مالتيبل نيرفز، مزيج من الاعصاب، اعصاب نشاط قليل او نشاط اعلى، ودي الاقيها في النيرف ترانك او البريكيال بلكسس. في الرسمه كنت اسرع واحد اسجله نيرف فايبر A، ده القمه بتاعته، وانا هسجل الري بولاريزيشن بتاعه سجلت الاقل سرعه منه البي، فتلاقي الكيرف ايه طالع وينزل ما يكملش، يطلع تاني بارتفاع اقل اللي هو البي، ينزل ري بولاريزيشن بتاعه، ثم اسجل السي بارتفاع اقل، يعني ثلاث قمم، اي فوق كارتفاع ثم بي ثم السي. تعال نقرا: It is the activity of unmyelinated nerve only. اقول له غلط، انا سجلت السي الانمايلينيتد القمة التالتة الاقل، وسجلت قبلها A and B المايلينيتد. It is the appearance of multiple peaks in the action potential of a mixed nerve. صح، طالما عندي اكتر من قمة يبقى انا لا اتبع all or none low. خلي بالك من الكلام ده، ازاي اتبع all or none وعندي اكتر من قمة؟ كان المفروض يبقوا قمة واحدة. It is a property of a single nerve fiber. غلط، لان ده عكس B. When all fibers are stimulated, the activity of a thin fiber recorded. اولا، هو انا بسجل السن ولا السك؟ هتقول لي طب قصدك ايه بسن وسك؟ كل ما الفايبر يبقى عليه مايلين شيس يبقى سمكه اعلى، سيكنس اكتر. لا، ده انا بسجل السك اولا اللي هو الاي. depend on threshold stimulus. تقول لي غلط، لان الثريشولد هيشغل مجموعه، في مجموعه عايزه سوبرا threshold او ماكسيمال، عشان كده في النظري قلت لك هو يمثل الجبريك سميشن ها لاكتر من نيرف فايبر. السؤال 21: مين من الاعصاب اللي مكتوبه قدامكم للابطا سرعه؟ اكيد السي فايبر. على فكره السي لميزه جميله لانه يستجيب للاناسيزيا اسرع. لما ادي لك حقنه بينج في منطقه الفك، دكتور عايز يخلع درس او يحشي درس، الاعصاب اللي هنا ان مايلينيتد، ايه الميزه اللي فيها؟ عندها لارج سيرفيس اريا، فانتشار التخدير اسرع، بالاضافه الحقن هتدخل بسرعه، مفيش غطا من بره مايلين يعمل مقاومه لينا، ده مهم جدا. طيب خلي بالك ان اكتر نيرف بيتاثر بالبريشر هو الاي، واكتر نيرف يتاثر بالهايبوكسيا هو البي. وده السؤال 22: هايبوكسيا الاكسجين لما بيقل يأثر في مين اكتر في الاعصاب دي؟ بي فايبر. السؤال 23 والاخير هو، لا في سؤال بعده: نيرف كوندكشن فيلوسيتي ديبريسد باي اول اكسبت، يعني سرعه التوصيل هتقل في كله ما عدا اناسيزيا يتاثر السي فايبر، صح، بريشر يتاثر الاي الاكثر مايلينيشن، هايبوكسيا يتاثر البي، المايلينيتد طبعا ما بتقلش السرعه، ده بالعكس السرعة بتزيد. السؤال 24 والأخير: نيورو ماسكولار ترانسميشن is inhibited by. قبل ما نقرأ الاختيارات ونحللها مع بعض، أنا عايز أنقل كهرباء أكشن بوتنشال من نيرف المصري، ده معناه إن الأسيتايل كولين هيخرج من الفيسكل هيمسك في نيكوتينيك ريسبتورز في الموتور اند بليت،
النيكوتينيك ريسبتور لو ترجع للنظري كان جواها بوابة صوديوم، فولتج جيتد صوديوم تشانل. أسيتايل كولين يمسك في الريسبتور يفتح البوابات اللي جوه فيدخل شوية صوديوم. هتقول لي ايه ده؟ هيعمل دي بولاريزيشن، ولكن مش كامل، لان الريسبتور هو مكان لوكال بوتنشال. حتى انا في النظري قلت لك اعتبر اول مسكه للاسيتايل كولين في الريسبتور سب ثريشولد، المسكه الثانيه هو السب ثريشولد الاخر. فالمسكه الثانيه سميتد تتجمع في شدتها مع المسكه الاولى توصلنا الى فايرنج ليفل، نفس الفكره، ثم يتحول اللوكال الى اكشن بوتنشال وينتشر يوصل للساركوليما او المسل ميمبرين. طيب طالما انت قلت ان الترانسميشن او النقل انهيبيتد باي، يبقى حاجه تمنع النيكوتينيك ريسبتور انه يشتغل. نيكوتين سمول دوز، تقول لي غلط، نيكوتين بجرعة صغيرة يشغل الريسبتور كأنه أسيتايل كولين ويفتح الفولتج جيتد صوديوم تشانل اللي جواه، يبقى ده لأ. بروستيجمين ده اللي يمنع تكسير الأسيتايل كولين مؤقتا، فبسميه أنتي كولين استيريز. ما هو الكولين استيريز ده الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين، لا انا ضده، تمام. وده ريفيرسيبل، يعني ايه؟ همنع تكسير الاسيتايل كولين لفتره فيبقى موجود ويمسك في الريسبتور ويعمل شغله ثم يتكسر ونكونه من جديد. يبقى ده المفروض يعمل ستيميوليشن وليس انهبش. أسيتايل كولين شخصيا يمسك في الريسبتور؟ لا، ده هيشغل. وانت قايل لي في السؤال انهبشن. اخر اختيار كوراري، المعروف ان الكوراري بيقفل النيكوتينيك ريسبتور، حتى قلناها في الاوتونوميك نيكوتينيك بلوكر. طالما انا عملت بلوك للريسبتور زي بالظبط اجيب لزق او غيره احطه على قفل الباب، مش هتعرف تدخل المفتاح من خلاله، وبالتالي مش هيحصل ستيميوليشن، هيحصل انهيبيشن. عايزك تراجع من النظري ساكسينايل كولين والبوتيولينم توكسنز دول بيعملوا ايه. ساكسينايل كولين كان بيأخر فتح الفولتج جيتد بوتاسيوم اتشن، فكان الكيرف يتعلق عندنا عند دي بولاريزيشن، سميناها دي بولاريزيشن بلوك. طلبة كتيرة تفهمها غلط، يقول لك انت عملت بلوك او منعت الدي بولاريزيشن، اقول له لا، ده دي بولاريزيشن حصل بس انا اخرت الري بولاريزيشن اللي بعده فما كملش الاكشن بوتنشال، فانت اخرت وقت الاكشن بوتنشال. ده معنى كلمه persistent depolarization او depolarization block. اما البوتيولينم توكسن ده بيمنع خروج الاسيتايل كولين اساسا من الفيسيكلز ويعمل ريلاكسيشن، وقد يؤدي الى الوفاه، ريلاكسيشن لعضلات التنفس. في نهايه هذا الفيديو اتمنى تكون ال 24 جمله لمت بشكل كبير برانش النيرف. ان شاء الله هنعمل فيديوهات جديده للام سي كيو بالمناقشه زي ما عملنا في فيديو الانترودكشن. ان شاء الله تابعوا معايا في القناة كل جديد. كان معاكم دكتور محمد فايز.